أحمد العربي. أنا ما أجيب إخواننا الخليجيين أورطهم، بس أنا أنظم أكيد. إذا أنا ما واثق 100% ننجح إحنا في البطولة أبدا، ولا ولا أطلب أني بتنظيم. لا بس بمصطفى، عفوا بمصطفى، لا لا في شيء مهم. أبو مصطفى أولا مو أنت اللي تنظم، العراقي ينظم. طبعا عراقي بس أبويا أنا كرئيس التعاد الآن أمثل أمثل الاتحاد في هذا الجانب. الدولة العراقية هو يساعدني، دولة العراقية يساعد الاتحاد، لا لا دولة العراقية يساعد الاتحاد بالتنظيم. أنت تمثل بلدي الاتحاد، العراق هو اللي ينظم، والعراق هو اللي يتكفل بكل الإخوان، والعراق هو ضمن المنظومة الخليجية. بحديثه كله أنا راح أجيب، أنا راح أودي كعراق أنا نتكلم. أنا أمثل بلدي أبويا. قول العراق، قول العراق. هي عراق هو، أنا أمثل الاتحاد العراقي. طبعا الاتحاد العراقي هو ينظم، مو دولة العراق يقدم الطلب. بس دولة العراق إذا ما يساعدني أنا، جمهورية العراق إذا ما يساعدني، عفوا حكومة العراقية ما أقدر أنظم أنا. لا بس عفوا إذا ما يساعدني حكومتي شلون أنظم أبويا؟ أبويا حكومتي إذا ما يساعدني المتمثلة بوزارة الشباب حكومة العراقية ما أقدر أنظم. ما عندي من الأول، بس أنا ما أخذ أوكي من الحكومة العراقية صح بأن العراق عنده قدرة على تنظيم وينطي مبالغ ويفسد مبالغ كافية لتنظيم. ما يخالف علي اليوم أنا ما أعطيك الفرصة الظاهر مصطفى. اليوم إحنا شلون نظمنا كأس الخليج في ظل الظروف الصعبة؟ كان عندنا رفع إيقاف، كان هناك دعم حكومي كامل، سمو الأمير عسى الله يطول بعمره ويحفظه قال ميزانية مفتوحة في مسألة تنظيم هذه البطولة، يعني بما معناته هناك توجه دولة، ما هو فقط هو توجه اتحاد عراقي، هو يجب أن يكون مجلس الوزراء في العراق، يكون وزارة الشباب، يكون اللجنة الأولمبية العراقية، أن يكون الاتحاد العراقي لتنظيم مثل هذه البطولة. أنا هذا اللي أقول أبو حمد، إيه؟ إذا الموضوع حتى لو الحكومة رصدت المبالغ للاتحاد العراقي لتنظيم الدولة بإشرافهم، ما راح تطلع البطولة بالشكل المناسب. ليش ما عندك ثقة في الاتحاد؟ لا ما عندي ثقة بالاتحاد، مع احتراماتي لأبو مصطفى. احنا يحتاجنا إلى ناس متخصصين في تنظيم البطولات. وأكو لأن هم يعني مع احتراماتي للأخوان بالاتحاد، الاتحاد في مواضيع داخل الدوري العراقي هم مختلفين ومتشتتين في بعض الحالات. انت شوف بالاعلام العراقي يمكن يطلع لك في ثلاثه مختلفين بالاراء، وماكو حاله تنظيميه حتى بالتصريح. فهذه العمليه اذا ما يتولاها لجنه كبرى عليا من الدوله، مجلس وزراء، مجلس نواب، وزاره الشباب، اتحاد عراقي، لجنه اولمبيه، ناس فنيين متخصصين، لجان تشرف على الاعلام، تشرف على الفنادق، على التسويق، الملاعب، على التسويق. يعني اسمح لي انا بقى ابو هيا حبيبي كابتن، انت شنو علاقه بالتصريحات عضو الاتحاد يصير هذا التنظيم؟ تنظيم اتحاد كره القدم بوحده ما ينظم. طبعا لجنه عليا يشكل من سواء كان نائب رئيس الوزراء، يصير مثل بقيه الدول برئاسه اللجنه، وزير الشباب، رئيس اتحاد كره القدم، رئيس لجنه اولمبيه، هي اللجنه العليا. اتحاد كره القدم طبعا ما يقدر بوحده ينظم البطوله الخليج. في كل الدول الخليج، هل اتحاد كره القدم الاماراتي نظم بطوله الخليج بوحده؟ اي نعم. وحده؟ اي نعم. ابدا غلطان. مو وحده ابدا. هي دولة. قطر عندهم الان هسه في قطر مثلا كاتحاد، نعم، متفقين في شركات يعملون كل الامور هذه. هسه اليوم لولا الظرف اللي هم عايشين بالكويت كان الاتحاد هو مسؤول عن هذا.